شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة زامبيا لوساكا في أعمال القمة 22 للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي كوميسا، وذلك بحضور لفيف من رؤساء وممثلي الدول الأفريقية الأعضاء بتجمع الكوميسا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن قمة لوساكا شهدت قيام السيد الرئيس بتسليم الرئاسة الدورية لتجمع الكوميسا إلى رئيس زامبي هاكيندي هيتشيليما، وتولي مصر منصب المقرر بهيئة مكتب الكوميسا، حيث أعرب المشاركون عن الامتنان والتقدير للإنجازات الملحوظة التي تحققت خلال الرئاسة المصرية للكوميسا، وما أظهرته قيادة السيد الرئيس للكوميسا من خبرة ورؤية ثاقبة في التعامل مع قضايا القارة الأفريقية. وقد ألقى السيد الرئيس كلمة بهذه المناسبة استعرض فيها أبرز البصمات التي تحققت خلال الرئاسة المصرية لتجمع الكوميسا على مدار العامين الماضيين. أؤكد تطوري الكامل مع أمن الاستقرار والأمن أمر غاية في الأهمية لدولنا الأفريقية والقارتنا، وعايز أقول لكم أن كل يوم واحد بيضيع على أي دولة من غير ما تعمل من أجل التنمية والبناء والإعمار بكل تأثير كبير جدا جدا على مستقبل واقتصاد وحياة شعب هذه الدولة. دايما الحلول السلمية والأمن والاستقرار والبناء والتنمية والإعمار أفضل كتير من الجانب الآخر اللي هو الصراعات والاقتتال والحروب وإلى غيره. وعلى هامش المؤتمر التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس هاكيندي هيتشيليما رئيس جمهورية زامبيا. اللقاء تطرق إلى التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، حيث تم الاتفاق على أهمية تفعيل الآليات القائمة للتعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين ودعم جهود التنمية الاقتصادية في زامبيا، لا سيما في مجالات تطوير البنية التحتية من خلال الخبرات المتوفرة للشركات المصرية في هذا المجال، فضلاً عن تعظيم التعاون في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والاستزراع السمكي والصحة.